وكان حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله قد وصل بحفظ الله وتوفيقه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عصر اليوم في زيارة دولة تستغرق يومين. فلدى دخول الطائرة السلطانية الأجواء الإماراتية رافقتها عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية حتى وصولها إلى مطار الرئاسة بالعاصمة أبوظبي ترحيبا بزيارة جلالته. وكان أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالة عاهل البلاد المفدى أعزه الله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة في بلدهم الشقيق. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس بعثة الشرف. وسمو الشيخ طحنون بن زايد نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني. وسمو الشيخ سيف بن زايد نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، ومعالي محمد خير الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عمان. وبعد استراحة قصيرة بمطار الرئاسة استقل جلالة السلطان المعظم يرافقه أخوه صاحب السمو الشيخ رئيس دولة الإمارات الموكب الذي أقلهما إلى قصر الوطن بأبوظبي، حيث أجريت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمية والشعبية. بعد دخول الموكب المقل للقائدين البوابة الرئيسية لقصر الوطن، اصطف على جانبي الطريق ثلة من الفرسان وفرق الهجانة احتفاء بمقدم جلالة السلطان المعظم أعزه الله، فيما حلقت في الأجواء طائرات استعراضية مشكلة علم سلطنة عمان. وفي أثناء ذلك أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة سلطان البلاد المعظم. كما شارك في الاستقبال عدد من فرق الفنون الشعبية التي رددت العبارات واللهازيج الترحيبية بهذه الزيارة، فيما لوحت مجموعات من الأطفال بأعلام البلدين الشقيقين استعراض ترحيبي يعكس أواصر الأخوة والمحبة المتبادلة.
وفور وصول الموكب إلى ساحة الاستقبال الرئيسية بقصر الوطن، اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أخاه جلالة السلطان المعظم إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الإماراتي. بعد ذلك قام سلطان البلاد المفدى يرافقه أخوه صاحب السمو الشيخ بتفقد حرس الشرف الذي أدى التحية لجلالته. بعد ذلك
ذلك التقطت صورة تذكارية لجلالة السلطان المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ توثق الزيارة التاريخية لعاهل البلاد المفدى. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار مستقبليه من الجانب الإماراتي مبادلا إياهم السلام والتحية، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الوفد الرسمي المرافق لجلالته مرحبا بهم ومتمنيا لهم إقامة طيبة. بعد ذلك توجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وصاحب السمو الشيخ لعقد جلسة مباحثات رسمية، ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد الشاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة وصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.